ولكنه باطل قانونا هو والعدم سواء. لانعدام الايه؟ المحل، لان المحل غير مطابق لصحيح الطبع. السبب مش الغرض، مش انا ببعت لك البوينتر ده ليه؟ لا، ده مش السبب، ده الغرض. السبب هو سبب الالتزام. انا ليه ملتزم ان انا اديك البوينتر؟ عشان انت ملتزم تديني انت. ملتزم ان انت تديني انت. طيب. من هذا المنطلق العقد الاداري، مش كل عقد هتبرم جهه الاداره هيعتبر عقد اداري. انت ممكن تبرم عقد ما يعتبرش عقد اداري بعد ما يكون القانون خلاص. تخضع للمسؤوليه التاديبيه.